فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي، السيدات والسادة الحضور الكريم. بداية أود أن أرحب بكم مجددا في حفل افتتاح النسخة السابعة لمؤتمر إيجيبس في ثوبه الجديد تحت مسمى مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، لنشهد سويا نسخة استثنائية يتحول فيها مؤتمرنا هذا إلى منصة أكثر شمولا تماشيا مع توجهات الدولة المصرية نحو تكامل عناصر الطاقة. ومن هذا المنطلق تنعقد هذه الدورة تحت شعار التحول الطاقي وتأمين مصادره وخفض الانبعاثات. كما يطيب لي أن أتقدم بخلص الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أطفت رعايته الكريمة للمؤتمر وتفاعله خلال الجلسات الافتتاحية على مدار الدورات السابقة بصمة مميزة في نجاح ودعم التحول الذي تشهده دورة هذا العام، مما يعكس ثقة فخامته في الدور الفاعل والمهم لقطاع الطاقة في مصر. السيد الرئيس، الحضور الكريم، ينعقد مؤتمر إيجيبس هذا العام في خضم سلسلة من التحديات الإقليمية والعالمية، ولا سيما ظاهرة التغيرات المناخية التي تهدد مستقبل التنمية المستدامة، خاصة مع تزايد آثارها السلبية على النشاط الاقتصادي. وفي هذا الإطار نجح قطاع البترول المصري خلال مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ في تأسيس منهج جديد لتعزيز دور صناعة البترول والغاز كجزء من الحل لقضية تغير المناخ، مما ساهم في تغير نظرة المنظمات العالمية المعنية بالمناخ لصناعة الطاقة بمختلف مواردها. وقد واصل كوب 28 والذي تم عقده بدولة الإمارات العربية الشقيقة البناء على تلك المكتسبات.